هاي حبايب قلبي، كيفكم؟ ان شاء الله تكونوا كلكم بصحة وبخير يا رب. يوم حبايبي، مثل ما شايفين انا عندي كوب من العدس وعندي حامضة. اليوم رح نعمل اكلة اقتصادية وسهلة التحضير، ما بتاخد معانا 5 دقايق. صدقان، اول شيء احب ايه، انا بحاجة لصينية. نحنا لازم نقوب العدس، لأنه أوقات بيطلع هيك عنا حجارة بقلبهم مثل ما شايفين. لك مثلا شو بيطلع هيك، اشياء سوداء، او لك مثلا لك هالحجر مثلا، شفتوا؟ لازم نحنا نقوبن كتير منيح. رح نقوبن وبرجع لكم. انا عندي هون البصل، رح نضيف عليهم زيت الزيتون. فينا اذا ما في عنا زيت زيتون فينا نحط الزيت العادي. هلا انا رح اقلبهم على النار، وهوني انا عم قلي البصل بس حتى يدبل عنا. هون انا احبق فرامة بصل كبيرة ما يعادل بصلتين الصغار. هلا عم شوحهم. هون حبيبي من بعد ما دبلو انا رح ضيف العدس الاحمر، انا غسلت كتير منيح. ورح اقلبهم عشان تعطينا طعمة البصل والعدس مع بعض. وهلا رح ضيف المي. بسم الله. وهلا رح اتركهم. طبعا بس حب يضيف فيكن انتو بس تقلوا البصل تحطوا لحمة، واذا بدكن لا، هذا الشيء اختيار. انا بصراحة ما بحب فيها اللحمة، ما بحط فيها لحمة، انا بطبيعتي ما بحب كتير اللحمة. وهوني حبايب قلبي صار لاحظت انا ما حطيت توابل، ما حطيت لا ملح ولا شيء ابدا. هلا بس تغلي عنا هيدا، شايفين هيدا البياض؟ هلا لازم كله ينشال، لازم ينشالوا كلياتهم. اول ما بنحسهم انه هيك عقد شوي الزوم، رح نحط التوابل. وهوني حبايب قلبي من بعد ما استوى عنا العدس، انا عندي هوني ماجي، رح ضيف 2. عنا هيدا اول واحد وهيدا تاني واحد، ورح نحركهم. هون ما في داعي ابدا نحط ملح، لانه الماجي هو اساسا بيجي بقلبه فيه ملح. وهوني بعد ما خلصوا عنا اخر شي قبل ما نطفي تحتهم، منضيف الحامض، نتركهم دقيقة ومنطفيه تحتهم. هيدي هي اكلتنا، هينة كتير ولا اسهل من هيك. وهون هلا انا رح اسكبها. بسم الله. شوفوا شو طيبة اذا حدا هيك شوية خضرة، مثلا بصل، فجل، من هيدي الامور كتير طيبة صدقوني. هيدا الشكل، بالاضافة رشة صغيرة من الكمون هيك نكهة، شفتوا كيف؟ واخر شي مزبوط انا وضعت بقلبها الحامض بس هيك على وجهها، رح نعصر عصرة. وها هي اكلتنا لليوم، هينة كتير. قلتلكن بس بدها 5 دقايق وفعلا الفيديو 5 دقايق. وبتمنى انها تنال اعجابكن وتعملوها وتدوقوها. وبس تعملوا وتدوقوها اكتبولي تحت بالتعليقات شو ارائكن. وبتمنى اذا كنتي اول مرة بتفوتي على القناة وعجبك المحتوى، ما تنسى الاشتراك بالقناة وتفعل الجرس الاحمر، بيكون مكتوب كلمة اشتراك او سبسكرايب، بس علي هون وبسع كل الاشعارات حتى يوصلك مني كل شي جديد ومفيد بنفس الوقت. وانا هلا صار بدي ودعكم، بحبكم كتير، شوفكم في الفيديو القادم.
باي باي.